اخوان السلام عليكم، عمور هذا فيديو جديد. شحال هذه ما سمعتوا هذه العباره ياك، ماشي خاطري اخوتي. كما شفتوا في المينياتور وفي العنوان شريت موتور جديد. يعني هذه المده اللي غبرت فيها كامل راه شريت موتور اخر، وكنت كنعمرو على الدوق ديالي، وكنت يعني تنجمع دقه دقه. المهم شريت ايكيبمون اخرى جديده، حيت داك الكاسك واللبسه اللي كتعدي الموتور الاخر ما تصلحش لهذا الموتور هذا. داك الشيء علاش تعطلت عليكم. اجيو معايا نتعرفوا على هذا الموتور عن قرب، ماشي تيست رايد، هذا تيست رايد يكون في الفيديو الجاي. نعرفوا غير علاش بالضبط اختاريت هذا الموتور، ونشوفوا هذه المده اللي فيك تغابر. بزاف ديال التساؤلات غنجاوبوا عليها من بعد الانترو، ماشي الانترو اللي كان قبل، انترو جديد عاوتاني. يلا خوتي بلا ما نطول عليكم. عدنا والعود احمد. المهم هاد التينيري ساتسو، الناس اللي ما عندهمش فكره عليها حيت ماشي كلشي عارف. هذا ماشي تيست رايد، داكشي علاش ما غاديش نقربكم ليها بزاف. الفيديو الجاي هو اللي غادي نتقربوا ليها ونديروا لها سينماتيك ونديروا لها كلشي. دابا خليني نهضر لكم علاش هذا الموتور بالضبط، علاش هذا الرايه دايره مني سال المنتخب. هي شريت الرايه وما يخسروا سبحان الله. اول حاجه انا كاين في لابيست، يعني غنحيد لابيست. لابيست كتحيد غير من هنا، لابيست تحيدات. خوتي هذا الموتور هذا من صنع ياماها، خرج في 2019 بهذه الفيرسي هذه. موتور اللي 70% اوف رود و 30% رود، يعني اللي كيديرو غير اللي باغي يضرب لابيست وباغي ما يبقاش يمشي في الطريق. خوتي علاش اختاريت هذا الموتور؟ هذا الموتور هذا راه بحال شي كروس كبير، يعني في ما كان تيطلع ما تيعرفش، كلشي عنده طا. ها نتوما غتشوفوا كلشي عنده طا، مي ما بالك تهبط تهبط ما عندكش مشكله. شوف وهذا الشيء ما تيعنيش انه صالح غير لهذا الشيء، لا. واش 800 غدوزك هنا؟ وصلني بزاف ديال الرسائل اخوتي في انستغرام، اغلبيه تيقولوا لي علاش بعتي 800، حيت الناس في انستغرام راه عارفين يعني فاش بعت الموتور عرفوها ديك اللحظه، وفاش شريت الموتور عرفوها ديك اللحظه. داك الشيء علاش خصكم تابونوا معايا في انستغرام، راني اكتيف فيها. انستغرام ديالي ها هو هنايا. وصلوني بزاف ديال الرسائل اخوتي، الناس تيقولوا لي علاش بعتي 800 موتور وير كذا هادي. اي 800 ما تنعيبهاش انا، ولا تنقول لكم انا 800 راه خايبه، ولكن 800 خصكم تعرفوا واش هي عندي، راه دوزات معايا هات على 60 ريال مقطع الطريق دوز شي اخرى. دوزات معايا 3 سنين ونص، يعني موتور اللي دوز معاك 3 سنين ونص راه الله يجعل البركة، راه غتكون يعني بلا ما يكون شبع من داك الموتور، خصو عاوتاني يشوف الجديد، يشوف عاوتاني شي حاجة أخرى. هذاك الشيء علاش أنا نط بديت كنفكر في شي موتور اللي يخليني نوصل شي بلايص اللي ما كنتش كنقدر نوصل ليهم مع الموتور اللي كان عندي مع 800. وليت كنبغي نمشي أكثرية لشي مناظر طبيعية، لشي بلايص اللي خصني ضروري نضرب فيها الأوفرود، و 800 اللي خليتها عندي وبديت كنمشي دوك البلايص غنخرج عليها. يعني احتراما لذاك الموتور والعشره اللي دوز معايا، قلت تبارك صافي هذا الموتور هذا راه دوز معايا داكشي قسم الله، خصني موتور اخر اللي يكون في نفس الوقت انا نتلاه به، يكون ديال المدينه وداكشي. يعني هذا ماشي قلنا لكم هذا راه ماشي ديال المدينه، راه غير ديال الاوف رود، تقدر تشوف فيه فين ما بغيتي. يعني قلت مع راسي خصني شي واحد اللي شويه اوف رود. قلبت صراحه كنت حايل بين جوج مطر، بين الافريكا توين والتينيري 700. علاش تينيري هي اللي ربحات في الاخر؟ لجوج اسباب. السبب الاول سبب مادي، يعني لك باغي شي موديل طالع في الافريكا توين راه كان خاصني راه واصل ل 200000 درهم، يعني 20 مليون هكاك لو بغيت شي موديل مزيان. تينيري دايره هذيك 14 هكاك 13،
يعني تقدر تجيب بها شي حاجه نقيه بهذا الثمن هذا. المهم بديت كنشوف التعييت اخوتي. وحاجه اخرى السبب الثاني هو ان الافريكات وين ثقيله، موتور اللي ثقيل وسيلندر ديالها كبيره على تينيري، يعني نجيشان ونبدا في الاوفرود بموتور اللي ثقيل وميل في الماكينه قاس حاجه شويه. هذاك الشيء علاش فكرت وقلت هذا موتور خفيف اللي فيه شي 250 ديال الكيلو عامر خاوي، عامر زعما بلي بلان ديالو كدا، خاوي بلا اكسسوار بلا الزيت بلا ايسانس بلا والو، راه غير شي 185 عليك راسه صافي. والثمن مرفق شي شويه، يعني هذا ندوزوه حتى يسهل الله ونعاود ندير شي افريكا توين. افريكا توين الافونتاج اللي فيها على هذا انك تضرب بها الطريق الطويله وتهز ديك الباكاج بزاف وكذا، حتى هذه ديرها غير هي مقارنه اخرى افريكا توين زايده. وهذه عاوتاني زايده على افريكا توين في حاجه اخرى، هي انها في الاوفرود احسن ترايل هو هذا. المهم من بين احسن الماطر لو كنت باغي تاخذ شي ترايل وباغي دير الاوفرود راه هي التينيري. الموتور اللي ما لقيت من عيب فيه، فيه ديف واحد هو انه لك شي قصير ما تقدرش تسوق ومرتاح. انا في 1.70 متر انت ديالي، انا في 1.70 متر يعني كل ما كنتش انا تنسوق ديجا الموتور وعندي شويه خبره في الموتور كذا كان غيمحلني بزاف. هاكم عارفين يعني هاد الطوله هادي اللي تنبقى نقولو خص تكون طويل خص تكون قصير كذا، تنهضرو غير على شي واحد اللي عاد بغا يبدا. هو بالنسبه لشي واحد تيسوق راه كاينين ناس قصارين تيسوقو موطر قدهم قداش، ولكن كنلقى ديجا تيسوق بعدا فهمتوني. كنتمنى يكون وصلكم الاسباب ديالي علاش انا اختاريت بالضبط هاد الموطور وماشي شي موطور اخر. وشحال من واحد تيقول لي لا كنتي غادير سبورتيف ما دوزتيش، ما هادي سبورتيف شنو غادي نزيد نربح انا؟ داك البليزير اللي غنربح انا من سبورتيف شنو هو؟ هو السبيد، يعني الجرا، الجرا راه الله يجعل البركه، يعني صافي تيوصل بنادم واحد النيفو وكيوصل واحد لاج اللي تيبقى الجرا وداك سالا وداك الشيء صافي تيشبع منها صافي. انا داك الزرا وداك الصوت والماكينه وكذا ما بقاش انا تيطربني، انا ولات الحاجه دابا اللي شهوتي فيها هي الاوفرود الطبيعه يا ربيعه. داك الشيء علاش انا تختاريت هذا الموتور هذا، والحمد لله من احسن الاختيارات اللي اختاريت في حياتي. ما تنظنش انني غلطت، وموتور عمرته كامل يعني بزاف ديال البياس اللي زدت له باش درتو غتلقاو البياس لي زاكسيسوار. هادشي هذا غنهضر عليه في الفيديو الجاي، الفيديو الجاي غيكون تيسترايد اللي زوين بزاف ديال التينيري. غنحاول نعطيكم الارتسامات ديالي على هذا الموتور وكي جاني الموتور اللي تيجري حتى هو ماشي ما تيجريش، راه التوب سبيد ديالو راه تيوصل شي 180 الله يجعل البركه انا باغي نطيرو. المهم اخوتي مع هذا الموتور هذا يمكن لي دابا نوصل شي بلايص اللي كنت باغي نوصل ليهم وما كانش عندي امكانيات، يعني شي بلايص اللي كنت باغي نوصلهم وما قديتش. مع هذا الموتور كلشي غيولي قريب، كلشي غادي يولي قريب، خصوصا هاد المناطق ديالنا حنايا ديال فاس مكناس افران العاجب فيها بزاف ما يتشاف، عامره مناظر طبيعيه. وبالنسبه لاخوتي علاش غبرت على يوتيوب، حيت ما تيعنيش انني صافي بدلت الموتور راه اوتوماتيكمون غنغبر على يوتيوب. السبب هو ان اخوتي كاين جوج اسباب صراحه. واحد هو انا كره كيخصني ضروري واحد شويه الوقت ناخذ فكره على هذا النوع ديال الموتور، ما عارفين ماشي بدلت 800 900 ولا 800 زيد 100 ولا شي حاجه، يعني موتور مغاير تماما على الموتور اللي دوزت. تخصني ضروري واحد شويه ديال الوقت نولف هذا الموتور ونعرف الفيديوهات اللي غنبقى ندير به، حيت العقليه غتبدل مع هذا الموتور ماشي غير موتور بوحدو، واللبسه حتى هي غتبدل. ما يمكنش انا هذا الموتور نجي ونرجع بلا جي في اللي كان عندي بيض ما جاياش حشومه. راه قبل ما نشري هذا الكاسك دابا اللي شريت اللي ها هو اش كيبان لكم كاسك زوين تبارك الله، يعني انا براسي كنت كنحشم نخرج به ولكن للضروره شي احكام الله يحسن العوار. ماشي شي واحد اللي تيتيري ما نعرف شحال في الشهر ولا شي حاجه، راه على قد الحال راه ما باش تعرفوا اخوتي راه درويش وباغي نعيش.
يعني كنت كنتقاتل شويه بشويه باش شريت اللبسه، شريت الكاسك، وما غاديش نجي انا نعطيكم فيديو غير باش تما حطيت فيديو كل سيمانه. الا كنت حطيت فيديو غير باش تما حطيت فيديو بلاش، اللهم بلاش، يعني خصني نحط فيديو اللي يستاهل، فيديو اللي فيه ما يتشاف. وان شاء الله راه من هنا لقدام كاينين فيديوهات مزيانه. هذه عطيتكم فكره على الموتور، وحاولت نقول لكم علاش هبطت على اليوتيوب وعلاش بدلت الموتور لهذا وما درت شي سبورتيف ولا شي موتور اخر. والفيديو الجاي ان شاء الله راه كاين تيست رايد ديال هاد العفريته، تيست رايد ان شاء الله غيكون مزيان، فيه سينيماتيك مزيان، داكشي على حقه وطريقه. المهم كنبارطاجي معكم غير الفكره ديالي على هاد الموتور وصافي. بقاو على القرص وفعلوا داك الجرس باش اون فوا تحط الفيديو يطلع لكم نتوما الاولى. هاد الموتور راه قاس مقنعك الطريق حتى تولي تبغي تمشي لتحت ديال الطريق. اخوان هذا ما كان في هذا الفيديو، هذا مورا يدور ورجع بالجديد، وما كاين غير فيديوهات مزيانه ان شاء الله. نحاولوا نطلعوا من النيفو كاملين. المهم خلونا لايك ديالكم لي كومونتير، وانستغرام ديالي راه تنكون اكتيف فيه ديما. وتهلاو نتلاقاو في التيست رايد ديال السيمانه الجايه ان شاء الله. بيس اند لوف.